مرحبا يا أساطير النهاية، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة وسلامة، وأعتذر كثيرا للإطالة في المقطع، والسبب راجع لكمية المعلومات المخلوطة عن وحوش الباكروم ومستوياته، والتي لم أجد تصنيفا واحدا ثابتا في أي موقع بسبب عدم وجود اهتمام كافي لهذا الموضوع من قبل أصحاب المواقع، ولهذا اعتمدت على تصنيف من قبل قناة تسمى تالي. وفي الحقيقة التصنيف ممتاز وعدد الكيانات كبير للغاية، كما وأنه بسبب العدد الكبير لهذه الوحوش قررت أن أعطي جملة صغيرة فقط عن كل وحش، ودون أن أطيل عليكم لنغوص في عالم النهاية. نفتتح هذه القائمة بالذا كومباينز، وهي مخلوقات تشبه الحريش ولا تهاجم المتجولين. ذا دولرز، وهي كيانات بشرية ذات سرعة قصوى وتكره ماء اللوز. سيكس أرمز، وهو كيان ينجذب للتوتر البشري ويكره السكر. ماذر، تجعلك تفقد عقلك ببطء حتى تصبح بدونه. سكراتشرز، وحوش عمياء عدائية تستخدم سمعها القوي بدل البصر. راتشرز، في حال افتقار المتجولين للطعام أو الماء أو النوم يمكن أن يصبح هذه الكائنات. هاوندز، وهي كيانات معادية شائعة وموجودة في معظم المستويات، تشبه نوعا ما كلاب الصيد. سكين ستيلرز، يقومون بسرقة الجلود، وما يميزهم عن البشر أن دماءهم صافية للغاية. بون ثيفز، يسرقون عظامك، وإن جعلت عيونك في أفواههم سوف يتم تدميرك عبر البصر. سمايلرز، يتواجدون في البقع والزوايا المظلمة، ولا تحاول الرمش عند النظر إليهم. فيميل ديث ماتس، كيانات تشبه العث وهي معادية وتطلق الأحماض. بين هيد، يظهر في المستويات ذات الرقم الفردي عندما تنام على أرضيتها. باوتري، كيان لديها أيادي دون أذرع ظاهرة وتقوم بتعذيبك نفسيا. ريا فوكس، وهي كيانات إذا حفرت الأرضية سوف تنفجر وتهاجمك. لوكرز، يمكن رؤيتهم في الظلام وهم عبارة عن عينين لامعتين في ضباب أسود. إمبوستر، يمكن معرفة أنهم ليسوا بشر عبر أنهم لا يمتلكون لائحة لحم على جسدهم. وولبيبر ريث، كيانات تموه نفسها بأي نمط أو لون لأي جدار أو سقف موجود. رينغلورز، مخلوقات ضخمة تختبئ في أماكن رطبة، حاول أن تتجنب الاقتراب منها. وودلينز، يطارد المتجولين ويخيفهم كالمجنون لجعلهم يرحلون فقط. أومنيس، روح تسرق جسدك لمدة 50 أو 60 ساعة، مما يجعلك تضمحل وتختفي في تلك المدة. دونتست، كيانات رائحتهم كريهة ويقتلعون أسنانك ولثتك قبل التهامك. سليب سبايدرز، لديهم 15 ساق ويخدرونك بسم منوم ويأكلونك حيا. نامبيدمان، رجل يعرف الكثير عنك كما تعرف أنت الكثير عنه. سترينغلرز، يقومون بالصيد أثناء انقطاع التيار الكهربائي ويخنقون ضحاياهم من المتجولين بأيادي كالثعابين. سبلات، كتل من اللحم مليئة بالعيون، حاول المشي ببطء وثقة أمامهم. بافرز، كيانات نحيلة ينبعث منها غاز يمكنها قتلك فورا، لكنها تحب قتلك بعد شهرين من رؤيتك. ذا ميوزيشن، طويل القامة ويرتدي بذلة، يهدئ الوحوش التي تحاول مهاجمتك بموسيقى ويجعلها تبتعد عنك. دريم ويفر، يظهر في أحلامك ويتغذى منها عبر مجموعة من المخاوف. بارتيغورس، يمتلكون ابتسامة كارتونية بالدم ويصطادون في جماعات ويحولونك لكعكة من اللحم. فلوب، مخلوقات عدائية تشبه الثعالب مع ذيلان تحاول أكلك فور رؤيتك. سكين جيفرز، لمجرد لمسك سيبدأ جلدك بالتزايد حتى ينهكك، ثم يأكلونك بعد ذلك. فوبيك سانتيبيد، مخلوق يشبه الحريش العملاق، يسبب الشلل عند رؤيته مما يسبب لك الكوابيس عند نومك.
ريدكينز يلوثون عقول الناس بأفكارهم لعبادتهم. هاولرز لا يوجد متجول واحد رآهم في أي مستوى من مستويات الباكرومز، كل ما يوثق وجودهم هو سماع عوائهم. سكرايبرز مخلوقات بطول 8 أقدام فكوكها تسحق المعادن والصخور. جيم ماستر تدعي أنها محاصرة في مستواها لتقدم لها أنت المساعدة، لكنها في الحقيقة تخدعك. انتيتي 666 من المحتمل أن يقتلك بفيروس الـ AKA Happy Feels أو المشاعر السعيدة أثناء محاولته لقتلك. ميموري وورز بعد التهامك يحولونك لفضلات، وتتطور هذه الفضلات لديدان ذاكرة أخرى. دايجاستورز عدائيون للغاية وسوف يلتهمونك في لقمة دون التأثير على جهازهم الهضمي. كي ماستر كيان يشبه الإنسان يحمل مجموعة من المفاتيح لمستويات مختلفة، وكذلك نادر رؤيته للغاية. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية حول وحوش مستويات الباك رومز. كذلك لا تنسوا كتابة الوحش الذي أعجبكم في هذا الترتيب، وأراكم في عالم النهاية.